انا اول مره اشوف بسطه فيها مزاد. سؤال يا مدري يبيع سياره. الله بلاش خلاص بلاش 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 ومع ريال بربع بناص بلاش بلاش خذها معي خذها البسط معي هذا مع ريال. لا لا انت ما تقدر. اوه قرب يا ولد قرب قرب بلاش ما شاء الله ما شاء الله كلها بلاش بربع بلاش هذول اربع حبات بنص ريال 10 حبات بنص ريال العيال كانت ببلاش بلاش هذه ببلاش لا لا اسمح لي 10 حبات بنص لا سمحت 10 حبات بنص 10 حبات لا تقطع الناس 10 حبات بنص الزين عندنا الزين عندنا وش اسمه الزين عندنا الزين عندنا وش حوالينا يسمون حلاوة اللي يلزق يا شباب يا طيب حلاوة اللي يلزق بالاسم معك بسكوت برجل علك هذا تحداك تلقاه السوق الحين عندك بسكوت برجل منتي تاريخ اللي عنده منتي تاريخ يا شباب الزين عندنا الشيء حوالينا الزين عندنا الشيء حوالينا 10 بنص عشرة بروس يا سلمان عشرة بروس يا سلمان بريال يا جميل حلويات عشرة بروس بريال عشرة بروس تعال بلاش عشرة بروس بلاش 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 وزيدك ريال بلاش وزيدك ريال بلاش وزيدك ريال خذ اللي تبي بلاش بلاش وزيدكم ريال بلاش اللهم صل على صف شريت اللي عندي انا؟ نعم شريت اللي عندك شريت نعم عطنا عشرة باذن الله ما عطنا عشرة خلاص انسحب انسحب اصلا انسحب انسحبت عشر بريال عشر بريال ما بدون بدون طيب فارس بدون اضافات دقيقة في حاجة دقيقة في حاجة سعود 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 تعال لا لا هذه ايش تبي؟ نفسها مخلد اخويا بعد المقدمه هذه ما ادري ايش تبي لكن سؤال ليش كنت مقفل المايك صح انا خاف اروح سعود لا 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 صدق صدق في البيع والشراء ببيع والشراء ما حد يجي بجنب احد لا 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 يقطع رزقه على فكره انا مره وقفت بشتري حبحب حبحب ولقيت السياره والله سياره حبحب موقفه كذا والسياره الثانيه موقفه عليها كذا تقول متصادمين جيت عندهم ايش فيه؟ كم شيء قلت طب ابعد عن خويك ايش فيكم؟ كان احسبكم متصادمين قال لا قلت تهاوشوا قدام تهاوشوا واحد يقول هذه بسطتي من زمان والثاني يقول انا جيت قبله وحجزتها وتهاوشوا قلت طيب سؤال قال قلت من الصبح كم بعتوا اشتريتوا؟ قال كل واحد يقول ثنتين ثلاث قلت انكم تهاوشتوا عند رزقكم روح ابعد عنه متر رزق ربي ايش سوى؟ صلحت بينهم طبعا واحد راح شارع ثاني وهذا قام يشتغل جيتهم اليوم الثاني جيت ثاني قال اقسم بالله العظيم اني اشتغلت وقمت ابيع طيب قلت انكم تحاسدتوا عند رزق الرزق ما هو عند احد الشارع ذا يمكن يجيك فيه اثنين هو كبير والشارع هناك صغير يمكن يجيك فيه 100 رزقك ما ادري وين بس هذا دعاب يعني ولا البيع والشراء يوم شوف. تحسد احد ولا تحاول ما تدري رزق وين شوف شوف بعلمك شيء بعلمك شيء اذا انت عندي اذا صوتك عالي مثلا صوت زي صوتي ابعد عن عشان ما اخربط عليك وخربط على نفسي تمام هذه واحده ثانيا دائما حق البسط تلقاهم بجنب بعض حول بعض ليش؟ لانه ممكن انا اجي انا زبون اجي ادور عندك شيء ما القاه وين اروح؟ اروح لجنبك ممكن اكاسرك ما تعطيني السعر المناسب واروح لهذا بس يعطيني بس وشو؟ انت تبيع بريال انا ابيع بنص عشان اغلب عليك هذا خطا لا حرام هذا خطا مو حرام بس زي خطا يعني وزي قبل شوي جيت لمي ودخلت وجبت الزبون عندي لا ممكن واحد الى مثلا اشوف فارس عندك اناديه هذا صح خطا صح حرام حرام لا لا يجوز بيع الرجل على بيع اخيك انا اقول له في سيارات لقيتها متهاوشه حق الحبحب متهاوشين كل واحد يقول صدمة صلحت بينهم قلت شو متهاوشين قال هذا محلي قال هذا قال محل وكل واحد راح مكانه ورزقهم ربي كلهم اثنين اي والله الرزق ما هو في مكان محدد ولا في شارع محدد حتى ما ودك يبعد قل لي ليش دائما محلات الهواتف محلات الحبحب يصيرون جنب بعض ما يروح جنب بعض بس مو متصادمين اي لا يعني حول بعض حب 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 ايوه زيك قبل شوي حشرتها انا حشرتها يا حبيبي يا مصاب فينا يا سعود يا سعود يا حبيبي بيسحب الزباين اللي عندي بس ما سعود فهد انا حشرتها عشان ايش؟ عشان اوضح ان هذا غلط
ايش عقب ما بعت العيد معك كله؟ باقي المخزن مليان. قال ايش؟ قال بنص، قلت بربع. قال بربع، قلت اربعة بربع. قال مجان، قلت مجان اعطيك ريال. قلت لا انا ما عاد اشتري. لا انت تعطي ريال صح؟ حسد انا لا ايش قلت انا؟ قلت ببلاش معي انا على العموم. تشتري لي مني. تشتري لي مني. على العموم شو البسطك لا يكثر ها؟ شو البسطك على البلدية؟ بلدية بلدية شيل هذا رئيس بلدية رئيس بلدية 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 ب